هي معركة انطلقت قبل نحو 70 يوما، وصلت خلالها قوات سوريا الديمقراطية إلى بلدة تل السمن التي تبعد 35 كيلومترا عن الرقة. تل السمن تتمركز عند ساقية نهر الفرات التي تفصل ريف الرقة الشمالي قسمين. دخلوا علينا بالمفخخات وبالتفجيرات يفجرون أنفسهم، والمفخخات وهي فجروا جسر تل السمن الغنى، وعم بيحطون البشر دروع بشرية. هذه هي المظلة، يعني هذه أساليبهم بقيت عنهم. قوات سوريا الديمقراطية تعتمد على نحو رئيسي على الغطاء الجوي للتحالف الدولي الذي لا يفارق سماء الرقة مطلقا، وعادة ما يستهدف الآليات المفخخة من الجو أو عبر صواريخ كهربائية، الأمر الذي يجبر تنظيم داعش على زرع الألغام أثناء الانسحاب في سعيه لإلحاق خسائر في صفوف قصف، وللاستفادة من ذلك من خلال إعادة مهاجمة النقاط التي ينسحب منها. العيق تقدمنا بالمعارك هو التبخيخ، يعني شايف محل ما عدينا المحل كله زرعنا ألقام تبخيخ، هذا هو الوحيد اللي جاء عيق معركنا. يبدو واضحا أن التحالف الدولي يحاول تقسيم المعركة إلى مراحل لعدم توافر أعداد بشرية كافية لتغطية معركة بحجم معركة الرقة، لذلك يعمد إلى قضم مناطق على نحو تدريجي للتخفيف من خسائر المعركة، كما أنه يعمل على قضم المناطق الأسهل، إذ لم تتحرك القوات المنتشرة في منطقة المالحة باتجاه ريف الرقة الشرقي لكونها تعد المنطقة الأهم التي تربط خطوط إمداد التنظيم مع دير الزور والخطوط العراقية التي لا تزال تعد شريانا للتنظيم وخطا حيويا يتحرك فيه من دون أي استهداف له من طائرات التحالف أو لشن عمل عسكري ما.